أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات، عنوان هذه الكلمة المتواضعة: من نفحات شهر شعبان. تعرفون رحمكم الله أننا الآن دخلنا في شهر عظيم مبارك، وهو شهر شعبان. إنه شهر الصلة، وشهر النافلة، وشهر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الموسم الختامي لصحيفة الأعمال، لأنه شهر ترفع فيه هذه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. عن الصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الحديث خرجه الإمام أحمد، وخرجه كذلك الإمام النسائي. من خلال هذا الحديث ومن خلال أحاديث أخرى، نجمع مجموعة من الفضائل والمكرمات والخصائص التي ميز الله سبحانه وتعالى بها هذا الشهر المبارك. أولها أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أورد العلماء أن هذا الرفع للأعمال فيه رفع يومي ورفع أسبوعي ورفع سنوي ورفع ختامي. بالنسبة للرفع اليومي، وردت الإشارة إليه فيما رواه الإمام مسلم من ضمن حديث طويل، ومنه: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. ومن الإشارة إلى ذلك قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أما الرفع الأسبوعي فيكون مرتين، في الاثنين والخميس، كما خرج الإمام مسلم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يصومهما، فيقول في تعليل لذلك: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أما الرفع السنوي فيكون ذلك في شعبان، كما ورد في الحديث الذي بين أيدينا، حيث ذكر عليه الصلاة والسلام فيه ذلك لما سئل لماذا يكثر من الصيام فيه، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، بين رجب الذي يكتنفه من البداية، وشهر الصيام الذي يأتي بعده، كما قال عليه السلام: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أما الرفع الختامي فيكون في نهاية العمر، عندما ينقضي الأجل فتعرض أعمالنا على الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه شهر تلاوة القرآن، لدرجة أن السلف كانوا يسمونه شهر القراء،
وفي حديث أنس كان المسلمون إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف فقرأوها. نقطة أخرى أنه شهر الصيام كما ورد منذ قليل كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه هو شهر شعبان، كما خرجه النسائي عن أم عائشة رضي الله عنها. كان عليه السلام كما تقدم يخصه بالصوم أكثر من غيره. قضية أخرى أنه شهر الصدقة، فلا بد من إخراج كثير من الصدقات فيه تقربا إلى الله والتماسا لما فيه هذا الشهر من الخير والبركة. من ضمن الأعمال المطلوبة كذلك إخراج الزكاة، وإخراجها في هذا الشهر فيه حيثية مهمة جدا، أن هذه الزكاة كما الصدقات المتقدمة في تقوية للضعفاء على رمضان، يجمعون ما تيسر لهم ليستعينوا به على صوم شهر رمضان الذي يأتي بعد ذلك. ومن ضمن ما ميز الله به هذا الشهر أنه يطلع على العباد فيه فيغفر لهم، وقد ورد هذا في الحديث، وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يطلع على العباد فيغفر لكل موحد غير مخاصم أو مشاحن، بمعنى أن الله تعالى يغفر للعباد ويستثنى من هذه المغفرة المشركون، ثانيا المخاصم والمشاحن، والمشاحن هو نفسه المخاصم. الحديث خرجه ابن ماجة وحسنه الألباني. من ضمن الأمور كذلك أن فيه تهيئة لشهر رمضان، وشهر رمضان كما نعرف هو زبدة السنة وخلاصتها. ولذلك لاحظوا معشر الإخوة والأخوات أن الله تعالى جعل رمضان بمثابة عبادة عظيمة كبيرة، فرض عين مؤكد، ومثله مثل الصلاة، جعل له ربنا عبادة قبلية أو سنة قبلية وسنة بعدية. أما السنة القبلية فهي صوم أكثر شعبان، ويجب على الإنسان أن يحرص على أنه إذا قرب رمضان أو إذا قرب نعم رمضان يتوقف عن الصيام ليستعد بدنه، وأيضا لتستعد نفسه وتتشوق. أما إذا ربط صوم شعبان بصوم رمضان مباشرة لن يستعد ولن يتلدد بصوم رمضان، لأنه قد صام قبله مباشرة. فأروا الله جزاكم الله خيرا وإحسانا من أنفسكم خيرا في هذا الشهر المبارك، عظموه واحترموه واملأوه بالفضائل والخيرات، يحسن الله إلينا وإليكم ويغفر ذنوبنا وذنوبكم. وصلى الله وسلم على نبي الرحمة سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.